بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا او زي ما عرفتوا امبارح، تم تاجيل مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لاجل غير مسمى. الحقيقه انا تابعت كل ردود الافعال عشان اعرف برضو كل جمهور النادي الاهلي كيف يرى هذا التاجيل. ولكن البدايه بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا دائما وخصوصا داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما ما يسعى الى شيء واحد فقط، وهو النادي الاهلي ما بين قوسين كده اسمه ايه؟ نادي الوطنيه. نادي الوطنيه، وبالتالي النادي الاهلي دائما ما يقف خلف كل مؤسسات الدوله في كل شيء، حتى لو كان الشيء ده جاي على حساب النادي الاهلي. حتى لو كان الشيء ده جاي على حساب النادي الاهلي. وبالتالي عندما يقرر الامن، عندما يقرر ايه؟ الامن. عندما يقرر الامن ان يتم تاجيل مباراه من وجهه نظره ان هناك امور غير اعتياديه بتحصل، خلاص اذا الامن المصري ادرى بشغله وادرى بظروفه. ولكن الحاله اللي موجوده دلوقتي هي حاله ان هناك البعض يدعي البطوله. البعض يدعي البطوله. وادعاء البطولة ده أسهل حاجة في الدنيا، أسهل حاجة في الدنيا. المعلومة اللي كانت موجودة بقالها فترة بتأجيل المباراة، فكتير جدا كانت عارفة هذه المعلومة. ولكن احترامنا للمسؤولين واحترامنا للقرارات واحترامنا للقرارات الأمنية هو اللي بيخلينا دايما ما نطلعش نتكلم في هذا الموضوع. ولكن هناك البعض يتشدق أو بيبقى حاسس إن هو إيه، عايز أركب الموجة قبل ما تبتدي الموجة ابتدي اركبها. وبيني وبينكم مش غلط، هو صح، ساعات ناس بتعمل كده كتير. ولكن النادي الاهلي دائما عندما يتصرف يتصرف بعقلانية ويتصرف بموضوعية، ودائما يتصرف احنا دائما خلف مؤسسات الدولة في اي قرار بيتم اتخاذه. نادي الاهلي السنة اللي فاتت النادي الوحيد او اكبر نادي في مصر وفي افريقيا اللي وقف في وقت كان هناك قرارات ظالمة ضد النادي الأهلي في مثلا موضوع الحكام المصريين، ولكن النادي الأهلي وقف مع الحكام المصريين. بننتقد وبنقول كذا وكذا وكذا، ولكن الحكام المصريين النادي الأهلي طلع بيان قال لك احنا واقفين مع الحكام المصريين وما عندناش مشكلة في التحكيم المصري، على الرغم من النادي الأهلي أكثر الأندية في العام الماضي تعرض لظلم زي ما حضراتكم شفتوا في مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي وكذا وكذا وكذا، هنقعد نتكلم لبعد بكرة. فدائما النادي الاهلي عندما يتكلم يتكلم بموضوعيه وبمنطقيه. ما عندناش اللي هو ايه، عايز اركب الموجه وعايز ادعي البطوله المزيفه. ادعاء البطوله المزيفه ده شيء مش بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لما بيفكر بيفكر زي ما قلت لحضراتكم بالشكل اللي انا قلت لكم عليه. شكل مؤسسي محترم. شكل مؤسسي محترم. هو ده اللي احنا متعودين عليه، هو ده اللي احنا دايما بنشوفه. خدوا بال حضراتكم، القرار الامني بتاجيل المباراه، القرار الامني بتاجيل المباراه هو في مصلحه البلد. بما ان الامن قال كده يبقى اذا احنا ورا الامن.